يعني اليوم الذكرى 76 لنكبة الشعب الفلسطيني. اليوم بنأكد أن إرادة الشعب الفلسطيني ما زالت متمسكة بإنهاء هذا الاحتلال ومتمسكة بحق العودة، وأيضا رفضا للإبادة الجماعية التي تنتكب بها أبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب. يعني 76 عام من القتل والتشريد، 76 عام من النكبة المتواصلة، ولكن في هذا العام هي نكبات كبيرة جدا، حرب إبادة في قطاع غزة وحرب استنزاف في الضفة الغربية، ولكن نقول لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أن الشعب الفلسطيني صغاره يجددون العهد والبيعة، وكباره هم على العهد والبيعة، والشعب الفلسطيني كله ضمن المشروع الوطني الفلسطيني بوصولاتنا نحو القدس لن تحيد. ونقول للعالم الظالم ولأم 45 فيتو أمريكا أن الشعب الفلسطيني حي، لن تستطيع بفيتو أمريكي أو بغير فيتو أمريكي أن توقف حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولة الفلسطينية. سنعود بالتأكيد، وسيعود اللاجئين من الشتات إلى أرض فلسطين إن شاء الله. و76 عام من النكبة، وأنت تشاهد الأجيال تعيد إحياء ذكرى النكبة وتتذكر ما جرى في 48، ولكن أقول أوقفوا النكبة، أوقفوا المجازر، أوقفوا حرب الإبادة. الشعب الفلسطيني الآن يستعد، والقيادة الفلسطينية تستطيع أن تدير، أن أكون هناك قامة دولة فلسطينية مستقلة، وهذا حلم الأجيال. النكبة متواصلة، ولكن الشعب الفلسطيني بالتأكيد هو متواصل بحبه للوطن ومتجذر وملتف حول قضيته الفلسطينية، الأم فلسطين.